السلام عليكم، أنا يحيى الورغي، عمري 23 سنة، حجام، نخدم حجام في المورسان، وعالصباح نهار الاثنين الصباح 8 في الشهر هذايا واقف نستنى في تاكسي جماعي قدام مع الكيوسك، من الكيوسك بتاع وردية سيس حي نور معناها وليبيا. تتعدى تاكسي جماعي مغاديبها كل يوم صباح، تبدا فارغة جاي من وسط البلاد، ياخذوها الناس الكل يمشيو للمورسان، يمشي المشي المروج يمشي في تاكسي جماعي مغاديبها. وقفت الكنبة متاع حاكم متاع النجدة هذيك، عيطولي قال لي يعطيني بطاقة تعريف، قلت له لي بطاقة تعريف ما هيش عندي، قال لي اطلع معانا. طلعت معاهم، دوما طلعت معاهم ديريكت ركبني مينوت في يدي، ولو يضربوا فيا خويا، وهزوني معدلية جبل الجلود، دخلوني غاديكا اللي في الكرهبة هذا، ما ديريكت هزوني البيرو، أعطوني تريحة غير عادية. بعد مدولي ورقة وصوروني وخرجوا على رواحهم. بعد جاو جماعة الفرقة متاع جبل الجلود، جابوا لي طفلة قالوا لها هدايا، قلت لهم اللي راهو يشبه له ماهوش هو، اللي آخر عنده وشمة في ديري صار، وانا لابس كابيوش، وياخي نحولي الكابيوش وعندي وشمة، صحيح انا عندي وشمة في ديري صار. هكا قلت لهم راهو مانيش مثبتة مكانه هو ولا مني ماهوش هو، عندها بصمات في الكهرباء تاع السيد اللي هزلها تليفون في الشباك تاع الكهرباء. كاوقات انا ما نحبش نظلم العباد، كان هو كان ماهوش هو، هو ماهوش هو. كاو هزوني الشرطة الفنية، عملوا لي بصمات، بعد البصمات رجعوني العدلية متاع جبل الجلود. من با اللي هما وقفوني من با معناتها ساعة الحكاية، معناتها دارنا جاوني من المركز، معناتها لا كلمتهم لا حد شيء، شافوا التصاور كيفاش هابطة والعباد تطلب في دارنا، وخوالي من البلاد وفاميل أختي وفاميلتي معناتها ونسابي وكذا، تفضحت فرحة غير عادية مفيد بالفارغ. بعد هزوني البوشوشة، من بوشوشة هزوني المحكمة نهار 3 الصباح، طلعت سيد وكيل الجمهورية بتاع محكمة تونس 2 يرحم والديه، معناتها اللي قدامه معناها شاف البصمات، قال مانيش نتاعي البصمات، وخطيبني الحكاية مانيش عاملها، قال لي برا امشي روح على روحك. روحت دوما خرجت من المحكمة، نلقى دارنا قدام المحكمة وروني تصور كيفاش معناتها مابطين لي تصوري على الباجات، 3 باجات نتاعهم وفضايح معناها، واللي عامله براكاج يجي يتعرف عليه الإنسان هذايا، ومنحرف وسلب وشادينه معناتها باربريوف، معناتها كونهم هما شاديني بالكامشة كيما نقولوها، اللي هو ذاك كله ما فماش منه. شوهولي سمعتي مع العباد، حسي من حط روحه، كل انسان يحط روحه في بلاصتي معناها، تو يعرف معناها شنو هي بالضبط، واحد تفضح معناتها بفضيحة، واللي هو معناتها ما هو عامل حتى شيء، معناتها يلقى روحه معناها العباد الكل تحكي عليه، معناتها كونه هو سارق وهو عامل وهو كذا. انا يعني نحب نبين لكم الفيديو هذايا اللي انا راني معناتها مانيش عامل حتى شيء، ورم ظلموني وضربوني وهبطولي تصاوري حرام في حرام، وحسبي الله ونعم الوكيل فيهم. وكان اللحظه اللي صوروا فيا هم معناتها كي بالسبان بطبيعتها، شد الورقه هذه كذا وكذا، شدها بالكدا وغزر لي هز راسك منا، علاش باش نشد الورقه هذه، شد شيء ما فينا تاف تاف بالضرب بالكف كذا بالسيف علي صورني، وصوروني معناتها كلي واحد
ماني فاهم حد شيء، ماشي نخدم على روحي، نلقى روحي معناتها في في مركز ناكل في الكف وشاد ورقه ومصور وبوشوشه ومن بعد محكمه ومن بعد عباره حلمه معناتها صارت لي في نهار، معناتها نلقى روحي معناتها تونس كامله معناها تغزر لي في غزله مدري كيفاه، والحمد لله معناتها انا توا روحت والقضاء بين لي حقي معناها، وكل جمهوريه معناتها بين لي حقي يرحم والديه، اما حسبي الله ونعم الوكيل في اللي هبط لي تصاوري واللي فضحني واللي معناتها شوالي صورتي مع العباد و...